مرحباً، أقدم لكم اليوم ثلاثة أفكار مميزة وجديدة بمناسبة عيد الاستقلال. هيا بنا. للفكرة الأولى، أرسموا قلباً على كرتونة حمراء. أعلمه بالماركر، أقسمه إلى قسمين وأقصه حتى من الوسط. على كرتونة بيضاء مستطيلة الشكل، أرسم الأرزة وأكتب كلمة لبنان. ألونهما باللون الأخضر من قسمي القلب على أطراف الكرتونة البيضاء. أطويها بهذا الشكل لأحصل على فكرة لبنان بالقلب. بالفكرة الثانية، أرسم ربطة عنق على كرتونة بيضاء. أنا استعملت هنا ورقة بيضاء لأريكم الفكرة. أقسمها إلى ثلاثة أقسام. أرسم الأرزة في الوسط. أقصها. ألون القسم الأعلى والأسفل باللون الأحمر.
الأرزة باللون الأخضر. ألصق قطعة من الريبون الأحمر من الخلف وأربطها حول عنق الولد. بالفكرة الثالثة، أرسم أرزة على كرتونة خضراء. أقصها ثم أقص أطرافها بهذه الطريقة لأعطيها حياة. وبواسطة مثقاب الورق أصنع دوائراً على أطرافها بهذه الطريقة. أنا بحاجة الآن إلى قطع رفيعة من الريبون الأحمر أو من الخيوط الحمراء إن أحببتم. أدخلها بالدوائر وألصقها بالشجرة حتى أثبتها جيداً. أخيراً
أرسم حمامة بيضاء أقصها أطوي جوانحها وذيلها بهذه الطريقة وبالطبع ألصقها على الأرزة. أتمنى أن تكونوا قد أحببتم هذه الأفكار. كل عيد وأنتم بألف خير.